بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عاوزين نتكلم على تقديم إقرار جدول خدمات مهنية. وحقيقي أنا في مشكلة واجهتني، يمكن أنا أناقشها معاكم بسرعة وبعدين نكمل بعدها. إن أنا لما جيت أعمل، طبعا أنا عملت هنا تحميل لنموذج ملف المبيعات زي ما يمكن حضراتكم تشوفوا هنا كده مثلا، ومليت البيانات اللي موجودة كويس، نوع المستند، نوع الجدول، رقم الفاتورة، اسم العميل، عملاء، القاهرة، التاريخ، خدمات مهنية، طبعا نوع البيان، خدمة، نوع السلعة، جدول. حقيقة يعني هي طبعا مش صح، ولكن سلع الجدول مراجعة الإرشادات. لو حد عنده حل أو فكرة يقدر يقول لي. سعر الوحدة 1300 مثلا، فئة الضريبة 10%، المبلغ الصافي، قيمة الضريبة والإجمالي، وطبعا سيفتها CSV زي ما احنا اتعودنا. بس قلت له اوكي كويس، ودخلت على الموقع هنا وقلت استيراد فواتير وطبعا مبيعات، وعملت براوزنج ورحت واخد اهو، قال لي البيانات صحيحة، رفعت الملف. طبعا في يعني زي ما بتقول كده في الرقم او في الاسم كويس في مشكلة، ولكن يعني بغض النظر عن المشكلة دي دلوقتي، ولكن اهو وطلع لي هنا ان في ضريبة، وعملت اضافة كويس، وطبعا رحت عشان تمت العملية بنجاح. جيت لنموذج 10، طبعا حددت الفترة وقلت له اختار جدول، وبعدين قال لي تم استخلاص البيانات من الفواتير بنجاح. طبعا هنا للأسف ما لقيتش أي ريفليكشن على حاجة زي كده، وبرضه هنا الضريبة مش واضحة، فاضطريت ألجأ للحل التاني اللي هو هوريه لحضراتكم دلوقتي. طبعا هخش الأول لحذف الفواتير، وهحذف الفاتورة اللي أنا حطيتها، فاتورة رقم 1 مبيعات كويس، فترة ضريبية طبعا يناير، بحث، طلع لي إن الفاتورة موجودة أحذفها، وهخش على إضافة فاتورة مانيوال مبيعات، طبعا نوع المستند فاتورة، نوع الضريبة سلع جدول، نوع سلع الجدول سلع جدول أولا، اسم العميل زي ما أنا قلت مختلف، العنوان القاهرة، تاريخ الفاتورة أنا خليتها 1/1 أو 31/1 مش فارق كتير زي ما أنت عاوز. طبعا اسم المنتج خدمات مهنية، نوع البيان خدمة، نوع السلعة خدمات مهنية، كمية المنتج 1، سعر الوحدة 1300 مثلا. فبصيت لقيته على طول قال لي المبلغ الصافي أهو 10%، قيمة الضريبة أهي، وأعمل إضافة. رقم الفاتورة ماشي، إضافة، جات لي هنا الفاتورة أهي كويس، الضريبة ماشي، حفظ الفواتير تم الحفظ بنجاح. أروح دي نموذج 10 وهقول له الفترة نوع الإقرار جدول، تم استخلاص البيانات بنجاح. طبعا ظاهر عندي هنا ضريبة الجدول واجبة الأداء 130. طبعا الاسم بقى هحط طبعا اسم الممول، طبعا أنا هحفظ الإقرار الأول. بس قال لي طب، وزي ما احنا شايفين
الضريبة موجودة، وطبعا فئة ضريبة جدول خدمات مهنية، وضريبة جدول 130، وضريبة جدول واجبات الأداء 130. ونزلت تحت بنيت البيانات بتاعة الممول وهبتدي أرسل الإقرار. تم إرسال الإقرار بنجاح. عشان نتأكد طبعا إن الإقرار اتبعت، نقدر نرجع على عرض، معلش مش عرض فواتير طبعا، نرجع لعرض الإقرارات ونشوف الفترة واحد واحد لغاية الفترة 31، ونعمل بحث هنلاقي إن في إقرار أصلي في 1/2019. كويس بالمنظر ده. طبعا نقدر إن إحنا نعمل معاينة للإقرار، وطبعا هيفتح لنا الإقرار كويس زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب ده بس كان يعني فيديو سريع كده لكيفية تقديم إقرار من خلال الموقع بإضافة الفواتير. لو حد عنده أي تعليق فيما يخص رفع الملف بتاع الإكسل فطبعا يبقى مشكورا، وإن شاء الله نشوف حضراتكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.